يسعى العلماء إلى إعادة إحياء سلاحف عملاقة كانوا يعتقدون أنها انقرضت في جزر غالاباغوس الواقعة على بعد 1000 كيلومتر من سواحل الإكوادور. وقد تسمح تقنيات جديدة لتكاثر السلاحف في الأسر إلى إعادة الحياة لهذه الزواحف التي استلهم منها العالم البريطاني الشهير تشارلز داروين نظرية التطور خلال زيارته لجزر غالاباغوس سنة 1835. وجزر غالاباغوس هي عبارة عن محمية طبيعية منعزلة في المحيط الهادئ، والمعروف عنها أن كل جزيرة منها تضم حيوانات خاصة بها تكاثرت عليها بفعل موقع الجزيرة المنعزل. وخلافاً لنظرية داروين، سيحاول العلماء من خلال العلم إعادة الحياة إلى أجناس غير متكيفة مع بيئتها، وسينطقون لهذه الغاية عدداً من السلاحف الهجينة التي تم اكتشافها، ويكون حمضها النووي مشابهاً قدر الإمكان للأنواع النادرة، لكن عليهم أن يتحلوا بالصبر نظراً إلى بطء السلاحف في الحركة وفي التكاثر. وتهدف عملية التكاثر الاصطناعية إلى الحصول على سلاحف يكون حمضها النووي مشابهاً بنسبة 95% لحمض الأجناس القديمة، وبعد ذلك يتم وضعها في بيئتها الطبيعية بغية إعادة التوازن إلى المنظومة البيئية التي تأثرت بانقراض تلك السلاحف وبدخول أنواع حيوانية أخرى إليها.